سلام واضح، معكم زينب فاسيكي. انا رسامه، كنرسم القصص المصوره، وبالضبط يعني كنركز على الموضوع ديال على حقوق المراه، وبالضبط يعني حريه الجسد. كنت فريمون كنتعرض يعني لدي ديسكريميناسيون في ستاج في الجامعه، وداكشي حليا العينين على الباترياركا، على البوفوار ماسكولين اللي عندنا في المجتمعات ديالنا، ماشي غير في المغرب مي في مينا ريجن كامله. وبديت كنرسم غير باش نحس بالراحه، باش ننسى داكشي. حنايا حرات اننا نتحكموا في الجسد ديالنا، نديروا به اللي بغينا. لا سيكسواليتي ديالنا ما من حق حتى شي حد يتحكم فينا. كنشوفوا ليسباس بوبليك ما عندناش الحق حنايا كنساء نستخدموه بحال الرجال، يعني ماشي غير ليسباس بوبليك بل حتى في لي ريزو سوسيو كاين مضايقات. هادشي اللي كنديرو الناس ديما كيشوفوا على انه فتنه او ضعاره او لا لا، انا كان عندي رساله ديال السلام، وهادشي عطاني كامل يعني لو بوفوار باش نصيب كتوبه بحال حشومه. وهذه هي الرساله، ونتمنى تقراوه وتفهموا شحال من حاجه.